مشاهدينا مساء الخير وأهلا بكم في جرس الإغلاق من العربية، وهذه أبرز ملفاتنا على مدار هذه الساعة. خسائر متواصلة لمؤشرات البورصة المصرية لتلامس 8% خلال 3 جلسات، فما الأسباب؟ التراجع الحاد يضرب بورصة إسطنبول لليوم الثاني على التوالي. ومبادلة وصندوق أبو ظبي كاتاليست بارتنر يستثمران ب 150 مليون دولار في تيليجرام. ومن لندن نتابع، حرب اللقاحات تشتعل في أوروبا بسبب أسترازينيكا. مشاهدينا، دعونا نلقي نظرة في البداية على مؤشرات السوق المصرية التي تواصل خسائرها الحادة للجلسة الثالثة على التوالي. نحن نتحدث عن 8% من الخسائر سجلت خلال 3 جلسات متتالية. الحديث الآن أنه بعد التراجعات اللي شفناها في البداية، الآن كل ما يجري هو مارجن كولز من قبل أبناك يضغط، أو البنوك يضغط بإضافة إلى المؤشرات. إي جي إكس 30 يتخلى عن 1% في هذه اللحظات، بينما الـ 70 والـ 100 هو الأكثر تراجعا لأنه كان في تركيز في الفترة الماضية، خلينا نقول 6 أشهر، على الشركات الصغيرة والمتوسطة. الـ 70 يتخلى عن 6% والـ 100 أيضا يخسر، يتداول دون مستوى الـ 2800 نقطة. محمد فتح الله العضو المنتدب لدى بلوم لتداول الأوراق المالية يرى أن التراجعات التي تشهدها البورصة تعود إلى عمليات البيع على الأسهم الصغيرة. من يوم 2/2 في 2020 كان المؤشر المستحدث لإي جي إكس 70 بدايته كان 2/2 وكان ب 1277 نقطة. بنهاية العام كان 2145 بزيادة في عام كورونا 68%، وقعد مرتفع حتى وصلنا ليوم 14/2 اللي هو كان فيه المؤشر 2462 نقطة، وحصل من هنا دروب، حصل من هنا جني أرباح عنيف. طبعا الصعود العنيف بالشكل ده وبعض الأحيان غير مبرر يتبعه لازم هبوط بالشكل ده، واللي خلى السهم دايس وفي الآخر تم إيقافه لاستبيان البيانات وما شابه ذلك. طبعا لا يعقل أن يمثل سهم دايس فقط وهي شركة للملابس الداخلية الاقتصاد المصري والبورصة المصرية، ولكن عزوف المستثمرين عن اي جي اكس 30 في بعض الأحيان ودخولهم اي جي اكس 70 لتحقيق الربح وتحريك المياه التي تحتاج إلى تحريك هو اللي أدى إلى هذه الأزمة، اللي هي أعتقد هي طفيفة جدا ألقت بظلالها على اي جي اكس 30 بسبب وجود بيع جبري للأسهم اللي واخدة شرائها مشي. هذا البيع الجبري أدى بنا إلى وصولنا ل 10300 نقطة تقريبا، ولكن هذا غير معبر بالمرة على حالة الأسهم الجيدة وخاصة في اي جي اكس 30 والاقتصاد المصري. وفي مصر أيضا أكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن حجم رأس المال المصدر للصندوق بلغ 200 مليار جنيه، مضيفا أنه تم نقل أصول بقيمة 10 مليار جنيه إلى الصندوق العام الماضي. هو تم السنة اللي فاتت نقل بعض الأصول للصندوق، والأصول دي طبعا ضمن الجوفرنس بتاع الصندوق بيتم تقييمها تقييم قيمة سوقية، هي في حدود 10 مليار جنيه، فدي مساهمة عينية لزيادة رأس مال الصندوق بالإضافة إلى 5 مليار النقدية المصدر للصندوق. طبعا الإشوت كابيتال بتاعنا اللي هو 200 مليار جنيه إن شاء الله، ده الحجم الحالي. هل تم الاتفاق على شركات جهاز الخدمة الوطنية التي سيتم طرحها لمشاركة القطاع الخاص؟ تمام، احنا اعلنا عن شركتين فعلا بيتم الترويج لفرصه استثمار بجانب الصندوق، فاحنا مش مراوغ استثمار عشان بس اوضح الموضوع ده. هي الطرح حاليا هو في شركه وطنيه للبترول وشركه صافي، وجاري دراسه 3 شركات تانيين من اجمالي تقريبا 10 شركات تحت يعني منصه الاتفاقيه مع جهاز المشروعات للترويج للاستثمارات في القطاع المجالات بتاعت الشركات بتاعته. بالنسبة لمحطات الوقود اللي هي وطنية،
ايه سيناريوهات طرحها لمشاركه القطاع الخاص والحصه المطروحه، وهل هناك جهات تقدمت بالفعل للحصول عليها؟ في جهات طبعا الحمد لله تقدمت، وآلية الطرح وبرضه حصل شوية لخبطة في شرح آلية الطرح. آلية الطرح هي عبارة عن الترويج لحصة حاكمة في الشركة بجانب الصندوق، استثمار الصندوق، والحصة الحاكمة قد تصل يعني ما بين المساهمة المشتركة ما بين الصندوق وبين المستثمر قد تصل إلى 100% من الشركة، فما فيش مشكلة خالص. آلية الطرح هي احنا بنقول في نوعيات مختلفة من المستثمرين، في اللي هو مستثمر متخصص أو مطور مشغل محطات متخصص، وفي جنبهم نوع جديد من المستثمرين اللي هم شركات شركات إدارة ولكن لا تمتلك علامة تجارية، فممكن تدير لصالح المالكين علامة تجارية، لأن في شركات عالمية بقت بتدي فرانشايز أجريمنت للعلامات التجارية مش بتديرها بنفسها أو لا تمتلك الفرانشايز المحطات بنفسها. فالنوعين دول موجودين النهاردة، وإحنا في بندير حوار مع المجموعة من المهتمين من المجالين من المجالين دول. يعني هل المهتمين من داخل مصر بس ولا من خارجها كمان؟ نقدر نقول انها ميكس باسكت، بس ما اقدرش اعلق اكتر من كده عشان الاتفاقات السريه. صفقه بنك الاستثمار العربي المفترض ان يتم الاعلان عنها نهايه مارس، وصلتوا لايه مع المجموعه الماليه؟ الحمد لله احنا قاطعين خطوات كويسه قوي، طبعا تحديات الكورونا احنا كل شويه نحط ديدلاين للاغلاق المالي بتاعنا ان شاء الله، بس باذن الله كده احنا وصلنا ان احنا نقول في خلال اسابيع ان شاء الله نقدر نوصل لانجاز كويس في الاغلاق باذن الله. حصه الصندوق هتبقى قد ايه وحصه هيرمس؟ هي الصفقة عبارة عن زيادة رأس مال، فإحنا بنستحوذ على أسهم جديدة عن طريق ضخ رأس مال. الحصة المشتركة اللي الصندوق والمجموعة المالية هرمس بتضخها جوه البنك كزيادة رأس مال هتمثل 75% من إجمالي رأس مال البنك إن شاء الله من خلال زيادة، والصندوق مستهدف حوالي 25% من الحصة دي إن شاء الله. تعتزم شركة تريستار ترانسبورت التابعة لأجلة الكويتية جمع ما يتراوح ما بين 120 مليون وال 160 مليون دولار عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق دبي الشهر المقبل. من المتوقع أن يصل تقييم تريستار ترانسبورت عند الطرح إلى 670 مليون دولار كحد أقصى. سيكون هذا الطرح الأكبر في سوق دبي المالي منذ عام 2017 عندما قامت شركة إعمار للتطوير بجمع مليار و 300 مليون دولار. أعلنت شركة أجلتي أن الطرح سيشمل 199 مليون سهم جديد، بالإضافة إلى طرح ثانوي لنحو 89 مليون سهم من قبل المساهمين الحاليين، وستبيع أجلتي في الطرح 15% من أسهم تريستار لتنخفض حصتها إلى 50.1%. أسهم أجلتي اليوم عند الإغلاق تفاعل إيجابي، رأينا السهم يضيف حوالي 1.25%. ومع عودة الاكتتابات تتجه الأنظار إلى السيولة التي يمكن للأفراد ضخها في السوق، حيث أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن قيمة السيولة التي تم تحويلها إلى حسابات التوفير لدى البنوك بلغت 12 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير الماضي. يأتي ذلك نتيجة لتوجه الأفراد للادخار من خلال ضبط عمليات الاستهلاك وترتيب الأولويات وسط استمرار جائحة كوفيد. في هذا السياق ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي لحسابات التوفير لدى البنوك ليصل إلى 224 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي. هذه نظرة إذن على أرقام إغلاق الأسواق بالمنطقة. دبي يبقى تحت الضغط، يتراجع ب17. نبقي أعيننا بالطبع على السيولة التي تدخل في سوق أبو ظبي اليوم. تحدثنا عن حوالي من حيث الأرقام ارتفعنا تقريبا حوالي مليار درهم. دبي يتراجع بحدود 17% أطلقت الإمارات استراتيجيتها الصناعية تحت اسم Operation 300 Billion، والتي تستهدف من خلالها رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 300 مليار درهم خلال 10 أعوام المقبلة. في لقاء مع الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، أكد بأنه يتم العمل على تحديث القوانين والتشريعات والأنظمة الخاصة بالقطاع، وأيضا توفير التسهيلات التمويلية المنافسة. أهم ملامح للوزارة، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، هي أن بنركز على الاستفادة
على من نقاط القوة عندنا في دولة الإمارات، وكذلك بنبني على نقاط القوة والمزايا التنافسية العديدة والكثيرة في دولة الإمارات. برنامجنا من خلال هذه الاستراتيجية يعد برنامج وطني شامل للمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام لمرحلة ما بعد كوفيد وحتى للمستقبل بعيد المدى. طبعا نحن بنكون مركزين من خلال هذه الاستراتيجية على الاستفادة القصوى من التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة. طيب دكتور، أشرت إلى مكامن القوة، ممكن نتعرف على المزايا وممكنات القطاع الصناعي في الإمارات؟ نعم أخ ناصر، القطاع الصناعي في دولة الإمارات مش قطاع جديد، هو قطاع كان له دور كبير ومؤثر وشارك بفعالية حقيقة في مسيرة التنمية الاقتصادية منذ تأسيس الدولة طبعا وخلال العقود الخمس الماضية. عشان نقدر نحقق أهداف الاستراتيجية الجديدة في الوزارة، نحن بنبني على المزايا التنافسية العديدة لدولة الإمارات، وكذلك بنستفيد منها في خلق مزايا جديدة. أولا، دولة الإمارات عندها مصداقية موثوقية معتمدة وسمعة طيبة، وكذلك معروف عن دولة الإمارات المرونة اللي دائما تكون مطلوبة في ظل إن كان هناك تحديات أو فرص جديدة. كذلك وجود قوانين تخدم حماية المستثمرين واستقطاب الاستثمارات الخارجية. عندنا العديد من المناطق الصناعية المتخصصة في كل الإمارات. الإمارات تعتبر وجهة اقتصادية رئيسية في المنطقة والعالم، وتعتبر كذلك بلد مثالي للعيش والاستثمار. عندنا الحمد لله بنية تحتية متطورة في المواصلات، في النقل، في اللوجستيات. الموقع الجغرافي كذلك له تأثير كبير. عندنا بنية رقمية متطورة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. عندنا مواد خام وموارد الطاقة اللازمة لتعزيز هذه التنمية الصناعية اللي نحن نهدف لتحقيقها. طيب هذه التنمية الصناعية والهدف المنشود 300 مليار درهم سنويا بحلول 10 سنوات، أرقام كبيرة جدا معاليك، هذا التوسع في القطاع الصناعي سيتطلب استثمارات كبيرة، ما هي الحلول التمويلية المطروحة؟ هل تم تحديد نسب التمويل التي سيتم وضعه من القطاع العام والمنتظر والمرتقب من القطاع الخاص؟ نعم، هو طبعا الرقم 300 مليار يتماشى مع المظلة اللي تم خلقها لدعم هذه الاستراتيجية اللي هي Operation 300 Billion، اللي هي مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من ما هي عليه الآن من 133 مليار إلى 300 مليار خلال 10 سنوات، يعني بحلول عام 2031. سؤالك هذا أخ ناصر جدا مهم. استراتيجية الوزارة طبعا بتشمل توفير كل المحفزات والممكنات وعوامل الدعم المطلوبة لخلق هذه النقلة النوعية في التنمية الصناعية اللي بيكون لها مساهمة مباشرة في التنمية الاقتصادية المستدامة. طبعا نحن بنعمل على تحديث وتطوير القوانين والتشريعات والأنظمة الخاصة بقطاع الصناعة وشؤونه. كذلك نحن نعمل مع كل الجهات المعنية على توفير تسهيلات تمويلية وتكون بتكلفة تنافسية. هناك كذلك تعاون وثيق جدا بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومع المصارف ذات العلاقة والمؤسسات التمويلية في الدولة لتوفير حزم تحفيزية وأدوات كذلك نستطيع من خلالها تمويل وتشجيع هذه المصانع والشركات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كلها في قطاعات صناعية ذات الأولوية. بنيت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بخسائر صافية بلغت 20 مليون ريال خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع خسائر قاربت 290 مليون ريال في الربع الأخير من 2019. خلال العام الماضي 2020 بأكمله، حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 109 مليون و500 ألف ريال،
مقارنة مع خسائر ب 484 مليون ريال خلال 2019. جاء ذلك بدعم من ارتفاع إيرادات المبيعات ب 5% نتيجة الزيادة في مبيعات القطاع الخاص، والتي عززها أيضا انخفاض تكلفة المبيعات ب 12% بسبب تحسن كفاءة الإنتاج. انخفضت مصاريف البيع والتسويق ب 10%، وتراجعت أيضا تكلفة التمويل ب 18%. مجلس إدارة يوصي أيضا بتوزيع ريال واحد عن عام 2020، وهذا بشكل ارتفاع عن توزيعات 2019 اللي كان تقريبا 50 هللة، يعني نعود إلى التوزيعات اللي كنا شفناها بال 2015 وال 2016 وال 2017. دوائية يتراجع بحدود 1.3%. لما لا أسأل ضيفي الذي ينضم إلي مباشرة من الرياض، خالد الخطاف، وهو الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية. سيد خالد، أهلا بك. إذا نحن نتحدث عن تقليص الخسائر الفصلية والتحول إلى ربحية سنوية بنهاية 2020. هل القصة تقليص التكلفة عوض عن الأرقام التشغيلية، لأن المبيعات بالكاد ارتفعت ب 5%؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بك أصدقائنا وبمشاهدي قناة العربية. مثل ما ذكرتي، النتائج قريب 110 مليون في 2020. النتائج كانت نتيجة إدارة من قبل مجلس الإدارة السيطرة على الوضع. مثل ما تذكري، في 2020 كانت سنة جائحة مرت على الشركات جميعا بصعوباتها، والشركة حرصت خلال السنة هذه على التأكيد أنه الإنتاج حقنا ما يتوقف، المبيعات حقتنا ما تتأثر. فكانت يعني كنا ناجحين في عملية المحافظة على قدرتنا على استمرار إمداد السوق بما يحتاجه من دواء. كان في تأثير نتيجة شوية تحديات في قدرتنا على البيع في الأسواق الدولية، ولكن التأثير لم يمنعنا من تحقيق التارجت. أقل ما فيها حققنا مبيعات 2019 وارتفعنا. السيطرة على المصاريف كانت لله الحمد نتيجتها ناجحة مثل ما أنتم شايفين. التعاون الكبير اللي كان بين الشركة والجهات المعنية، لأن الشركة مثل ما أنتم عارفين جزء من منظومة صحية في البلد، فاستطاعت أن توفر الدواء حسب التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء وزارة الصحة والقطاعات الأخرى. فبصورة عامة أعتقد النتائج كانت جدا ممتازة على معطيات التحديات اللي كانت في السوق. كيف استفدتم من خلال هالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير ما يطلب منكم من دواء؟ والله العمل مع هيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة والقطاعات الأخرى كان نتيجة لجان مختلفة ونشاط مستمر لمعرفة حاجة السوق والحرص على توفيره كجزء من احتياطي الدواء للبلد خلال الجائحة. فالشركة حرصت على توفير المواد الخام الخاصة بالإنتاج، توفيرها بكميات تغطي الحاجة وتزيد، وأيضا حرصت على إنتاج كمية كافية بحيث أنها تغطي الطلبات في حالة قصور لأي قطاع آخر، سواء القطاع الحكومي الخاص، واستطاعت أيضا تمد أسواقها الخارجية حسب القدرة على التصدير، لأنه مثل ما أنت عارفة السنة 2020 كانت سنة تحدي. طيب، أنت ذكرت أن السنة الماضية حاولتم أن تراجعوا استراتيجيتكم للتغلب على تحدي رئيسي كان هو الإمدادات وتوقف الإمدادات وعرقلة قصة التصدير أو حتى الاستلام الدواء. هل هذا يجعلكم الآن في منصة أقوى في خلال السنة هذه لتجنب السيناريو الأسوأ اللي عاشته الكثير من الشركات؟ كيف تبدو هذه السنة بالنسبة لدوائية؟ ما هي توقعاتكم؟ هل هذه المبيعات حنشوفها
دبل ديجيت جروث، يعني فوق 10% بنهاية السنة. دعنا بالصورة من حيث الأرقام التي يمكن أن نراها لدى دوائية. نعم، طبعا الشركة تعلمت من الجائحة لأنه هذه ظروف استثنائية، ولكنه أيضا جزء من استراتيجيتها اللي من 2018 وتم العمل على تجديدها هو فتح أسواق جديدة، فتح منتجات جديدة. الشركة استثمرت في قدرتها على تطوير البايبلاين، قدرتها على جلب منتجات جديدة تصنيعها في سواء باسمها الخاص أو باسم شركاء كبار في السوق الدولي. فالخطة الاستراتيجية القادمة هو التوسع بالإنتاج، التوسع بالجودة، التوسع بأنه الشركة يعني تنتقل من مرحلة النمو الحالي إلى مرحلة نمو إن شاء الله أفضل تتماشى مع الحاجة الجديدة للسوق السعودي، لسوق الدواء السعودي. كم خصصتم لذلك سيد خالد؟ حاليا طبعا هو جزء من الركائز للنمو عندنا عزمنا على زيادة الاستثمار في research and development عندنا مثلا، لأنه هو أحد الركائز الأساسية في عملية إمداد البايبلاين لنا بالمنتجات. حاليا الرقم نسبة very shy 1% تقريبا، ولكنه جاري العمل على رفعها بحيث أنه نقدم كفاءة ممتازة في عملية زيادة المنتجات. خالد الخطاف رئيس التنفيذي لشركة سبيماكو، شكرا جزيلا لك. نأخذ فاصل قصير نتابع بعده في جرس الإغلاق. مشروع أمالة السياحي يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين. مشاهدينا أهلا بكم مجددا. في تركيا يستمر تراجع الليرة صباح اليوم منذ الصباح على وقع تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية للبلاد وإقالته لمحافظ البنك المركزي ناجي إقبال. استمر التراجع الحاد في الأسواق المالية التركية لليوم الثاني على التوالي، ما أدى إلى تعليق التداول في بورصة التداولات على الرغم من الأنباء التي أوردتها رويترز عن تأكيد محافظ المركزي التركي الجديد للبنوك أنه لن يقوم بتغيير وشيك للسياسات النقدية. هذه نظرة الآن على الليرة مقابل الدولار. المزيد من التراجعات، نحن الآن نقف عند 97. نظرة على بورصة إسطنبول في ظل هذه التغييرات المستمرة وتدخل أردوغان في السياسة المالية والنقدية لتركيا. البورصة تتراجع بحدود 1.5%. للمزيد حول ما يجري بالنسبة على الليرة والاقتصاد التركي ينضم إلي مباشرة من القاهرة هيثم الجندي، وهو كبير محللي أسواق في تي ماتريكس. هيثم أهلا بك. ثلاث إقالات في سنتين، تدخل مباشر من الرئيس التركي في السياسة النقدية والمالية للمصرف المركزي، هذا بيعطي الكثير من عدم وضوح الرؤى، عدم الثقة أيضا والانسرتينتي ما بين المستثمرين، مع أنه الليرة كانت من بين العملات الأحسن أداء في الإميرجين ماركتس أو الأسواق الناشئة. هذه النقطة اللي تكررت خلال سنتين بشكل سريع، كيف يمكن أن تضيف بإلقاء ظلالها على التداول بالليرة؟ في البداية برحب بحضرتك. بقدر ما أن قرار الرئيس التركي بعزل محافظ البنك المركزي ناجي إقبال اللي هو المحافظ الثالث الذي يتم عزله خلال أقل من عامين، بقدر أيضا ما التوقيت اللي اتخذ فيه هذا القرار أكثر سوءاً. احنا بنمر الفترة الحالية بضغوط بتتعرض لها الأسواق الناشئة في ظل زيادات في عوائد السندات الأمريكية وصعود للدولار، وده بيشكل عبء أصلا على الأسواق الناشئة. أما بالنسبة للقرار الرئيس التركي، فتركيا خسرت أحد أكفأ محافظي البنوك المركزية في السنوات الأخيرة. ناجي إقبال قدم للمنصب في أوائل نوفمبر في وقت كان فيه الاقتصاد على شفا هاوية،
كان التضخم في خانة العشرات، وكان العملة عند مستوى قياسي منخفض، والاحتياط النقد الأجنبي مستنزف. الراجل خلال أقل أو خلال 4 شهور أو أقل من 5 شهور من خلال فترة توليه، تدفقات عادت مجددا على الاقتصاد التركي، على سوق السندات وعلى سوق الأسهم بواقع 4.7 مليار دولار. العملة كانت في آخر 3 شهور الأحسن أداء بين عملات الأسواق الناشئة. صحيح سعر الفايدة اضطر ان هو يرفعه من 10.25% وصولا ل 19%، وكانت الزيادة الأخيرة بواقع 2% اللي كانت أكبر من المتوقع، كانت يعني بمثابة القشة اللي قطمت ظهر البعير. ولكن في النهاية الرئيس التركي بيعطي أولوية للاعتبارات السياسية على الاستقرار المالي وعلى استقرار الأسعار. ما ينفعش محافظ البنك المركزي يضحي بمكافحة التضخم. التضخم هو العدو الرئيسي لأي استثمار، وخاصة أن الاقتصاد التركي هو اقتصاد كثيف الاعتماد على التمويل الخارجي، لأنه هو بيعتمد على نمو الطلب الداخلي في للمواطن التركي، ومن خلال دوت بيزيد الطلب على الواردات، وزيادة الطلب على الواردات في تركيا بيترتب عليها عجز مزمن في ميزان المعاملات الجارية، وبالتالي بتكون تركيا محتاجة على طول الخط تدفقات من الخارج لتغطية عجزها. بعد القرار الصادم اللي اتخذه الرئيس التركي، أظن الباب مفتوح على مصراعيه لأزمة أعتقد هتكون أسوأ وأخطر من أزمة العملة في 2013. هيثم، خلينا نوقف لنفهم ما هي الأسباب وراء نظرية الرئيس التركي لفائدة منخفضة، خصوصا في ظل ارتفاع المديونية الشركات. لماذا هو مهتم بشكل كبير بهذه النظرية؟ طبعا هي نظرية تتناقض مع كل ما هو متعارف عليه في علم الاقتصاد. هو ببساطة وجهة نظره أن ارتفاع أسعار الفائدة بيرفع تكلفة الاقتراض على الشركات وعلى المستثمرين، وبيجبرهم أنهم يرفعوا أسعار بيع السلعة. وطبعا الكلام دوت غير مقبول وغير منطقي، ولكن في حقيقة الأمر الرئيس التركي ما يعنيه هو تحقيق معدلات نمو فائقة ومرتفعة لخط بود الناخبين، خاصة أنه هو ربما يكون في ذهنه أنه هو يجري انتخابات مبكرة، أو على الأقل بيفكر في انتخابات 2023. أوضاع المعيشية في تركيا سيئة، وبالتالي بيطمح أن يحقق معدلات النمو اللي كانت معتادة عليها تركيا في الماضي بمتوسط 5%. طبعا العام الماضي سجلت تركيا 1.8% معدل نمو، اللي هو معدل يعتبر من بين الأسرع بين دول مجموعة العشرين باستثناء الصين، ولكن بمع مقاييس اللي اعتاد عليها الرئيس التركي هو معدل منخفض. نعم. وبالتالي زيادات أسعار الفائدة اللي أقدم عليها ناجي إقبال طبعا بتكون على حساب النمو. فاستراتيجية الرئيس التركي من النمو بأي ثمن هيكون ثمنها تصارع أكبر في التضخم، هيثم، الكثير من البنوك الاستثمارية تتوقع المزيد من الضغط على الليرة. جولدمان ساكس آخر هذه البنوك اللي أصدر تقرير حول توقعاته للليرة، أين نرى الليرة تتداول باختصار؟ مما لا شك فيه ان الليره هتشهد مزيد من التراجعات، وهنشهد مستويات قياسيه جديده. اظن لا يعني حاجز 10 ليره للدولار وارد جدا نشوفه خلال الاشهر القليله القادمه، لان احنا هنكون امام تدفقات خارجه بوتيره سريعه جدا. احتياط النقد الاجنبي في تركيا الصافي 11 مليار دولار، رقم متدني جدا لا يسمح لتركيا الاستمرار في السياسة اللي كانت متبعة على مدار العامين الماضيين من التدخلات الباهظة في سوق العملة، ببيع الدولار وشراء الليرة لتدعيم العملة. العام الماضي وحده تركيا أنفقت ما يزيد على 100 مليار دولار تحت قيادة صهر الرئيس التركي بيرات البيرك. والفترة القادمة هتكون الخيارات محدودة أمام تركيا للتعامل مع الأزمة. يعني المحافظ الجديد من واضح هو رجل كان يعمل كاتب مقال في صحيفة موالية للحزب الحاكم، وكتاباته توحي جدا أنه هو مؤمن بنظرية الرئيس التركي، وحتى كان ليه آخر كتابات ليه وضحت الفكرة. كبير محللي الأسواق في تي ماتريكس، شكرا جزيلا لك. السعودية وقع مشروع أمال السياحي مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين بهدف تمكين الشركات السعودية وتوطين القطاع. قال الرئيس التنفيذي لأمال إن هذه الاتفاقية ستتيح لأمال مشاركة مشاريعها المقررة مع أعضاء الهيئة السعودية للمقاولين، وتلقي أيضا المعلومات من الأعضاء المهتمين بتقديم العطاءات.
تحولت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر إلى ربحية خلال العام الماضي لتسجل أرباح بحدود 10 ملايين ريال، وذلك مقارنة مع تكبدها خسائر ب 51 مليون ريال خلال عام 2019. تعود أسباب التحول الشركة للربحية خلال عام 2020 إلى نمو الإيرادات ب 5.6% لتتجاوز 900 مليون ريال. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر أرباح منذ العام 2016. للمزيد حول هذه النتائج ينضم إلي عبر الهاتف من الرياض محمد إبراهيم أبو نيان، وهو الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر. سيد محمد، أهلا بك. كيف حققتم هذا التحول في مسار الشركة التشغيلي؟ هذه أول أرباح منذ عام 2015 و2016، وبالتالي دعنا بالصورة. أول شيء السلام عليكم أخت فاطمة. بالبداية أود أن أتوجه بالشكر لمجلس الإدارة وكافة الزملاء الموظفين على الجهود اللي بذلوها في هذا الإنجاز. اللهم لك الحمد، إحنا طبقنا برنامج التحول الاستراتيجي في جميع أركان الشركة. عملنا على تغيير نموذج التشغيل بشكل أساسي، وكان تركيزنا في الثلاث سنوات الماضية على تحول الأعمال الرئيسية من خلال تقليل التكاليف وتحسين الكفاءات ورفع مستوى المواهب لتطوير إدارة مبيعات أكثر كفاءة وتحسين البنية التحتية للأعمال عندنا. طيب، ما هي أهداف برنامج التحول الاستراتيجي الذي ذكرته الآن بالأرقام؟ إحنا طال عمرك صار عندنا نمو بأكثر من 5% في الإيرادات عندنا، خفضنا التكاليف عندنا بأرقام جيدة من خلال الكنترول عندنا في الكوست. يعني مثلا عندنا كان فيه الهوامش الربحية ارتفعت عندنا ب 24%، عندنا الريفنيو نفس الشيء ارتفع عندنا بفوق 7%، وعندنا الجروس بروفيت ارتفع بأكثر 34%. طيب، الآن نود أن نسمع تجربتكم مع كورونا في الشركة الآن، ونحن لربما نتابع تفاصيل التطعيم واللقاح وسرعة ذلك لكي تعود الشركات لعمل لربما أشبه من حيث المومنتوم لما كان قبل كورونا. كيف، ما هو مدى استعدادكم، وكيف ترون السوق خلال الفترة القادمة؟ احنا كانت استجابتنا للتحديات اللي فرضتها كورونا كانت جدا سريعه. احنا سارعنا في تعديل قنوات التوزيع عندنا عشان نتجنب الاضطرابات في المبيعات، وايضا حصلنا على الدعم من الحكومه الرشيده في دعم الشركات المحليه من الاستفاده من دعمها في الجائحه، وايضا كانت المرونه عندنا ان احنا تكيفنا في اداء مبيعاتنا كامله في 2020، وكان زي ما أشرت سابقا أن كان في نمو عندنا في الإيرادات المالية. المستقبل احنا نراه إن شاء الله إيجابي، لا سيما أن فيه نمو في قطاع التكييف والأجهزة المنزلية، وإن شاء الله احنا نشوفه مستقبل له واعد وجيد، وشاكر دائما جاهزة في تحدي الظروف. هل هذا هو القطاع اللي بتشوفوا فيه فرص للاستثمار والتوسع؟ هو قطاع جيد، ولا سيما انك لو تشوفين المبادرات الحكوميه في مشاريع الاسكان والمشاريع التنمويه اللي تتم في مثلا مشاريع البحر الاحمر ونيوم واماله، كلها مشاريع واعده وكلها جيده في قطاعنا. ما هي برامجكم للتوسع؟ هل تنوون او تخططون للتوسع عن طريق الاستحواذ؟ اذا كان نعم، كيف ومن هي الشركات اللي انتم مستهدفينها؟ احنا طال عمرك في عام 2020 اضفنا علامتين تجاريتين الى مجموعتنا، وهي شركه بومباني الايطاليه وباناسونيك للتلفزيونات. طبعا لا يمكن الحديث عن علامات تجاريه مستقبليه في الوقت الحالي، ولكن احنا تركيزنا التام ان احنا نستحوذ على علامات تجاريه تضيف قيمه حقيقيه الى محفظتنا وقيمه حقيقيه لمستهلكنا للمستهلك في السوق. محمد إبراهيم أبو نيان، الرئيس التنفيذي لحسن غازي إبراهيم شاكر، شكرا جزيلا لك.
مشاهدينا نراقب التراجعات الحادة والخسائر التي تمنى بها أسعار النفط في هذه اللحظات، مع أنه لازلنا بنشوف المزيد من التقارير من قبل بنوك مختلفة ترفع من توقعاتها للأسعار. آخر هذه التقارير أتت من بنك باركليز اللي رفعت توقعاته لأسعار النفط بأربع دولارات للبرميل خلال العام الجاري، وسط حذر أوبيك بلس من حالة عدم اليقين بشأن وتيرة تعافي الطلب مع تفشي فيروس كورونا. توقع البنك أن يسجل خام برنت 66 دولار، وأن يسجل خام غرب تكساس 62 دولار للبرميل في 2021. باركليز قلص توقعاته لزيادة إمدادات أوبيك بلس بسبب استمرار النهج الحذر للمجموعة. أسعار النفط تغرد عكس هذه التوقعات الآن. نايمكس يكسر حاجز 59 دولار في هذه اللحظات، بينما برنت الآن يتراجع بحدود 4%. إذا ما تحدثنا عن أداء أسعار النفط منذ بداية هذا الشهر، فالخسائر أيضا بحدود 4% على مستوى نايمكس، بينما الخسائر أكبر على مستوى برنت بحدود 6.3%. مشاهدينا، هذا أثر اليوم على تداولات سوق الأسهم السعودية اللي شفناها تكسر حاجز 9500 نقطة نزولا، تراجع بنص نقطة مئوية مع استمرار تراجعات خسائر أسعار النفط. إذن نستمر بمراجعة ومراقبة قيم التداولات بشكل رئيسي. عدد من الشركات أعلنت عن نتائج أعمالها قبل بداية الجلسة، من أبرزها دلة، طباعة تغليف، تكوين، وأيضا الراجحي ريت. إذن نغلق دون مستوى 9500 نقطة، لربما السبب الرئيسي وراء هذا هو التراجعات الحادة اللي بنشوفها على أسعار النفط. المؤشر يتخلى عن 16 نقطة مئوية، معظم القطاعات تحت الضغط. نلقي نظرة على باقي القطاعات إذن إذا أمكن بشكل أسرع. قيم التداولات نستمر في مراقبتها. نحن نتحدث اليوم عن حوالي 10 مليار ريال تم تنفيذها بالسوق. قطاع البنوك بالكاد تخلى عن حوالي نص نقطة مئوية. ذكرنا نتائج دوائية، كان معنا الرئيس التنفيذي خلال جرس الإغلاق يفسر لنا. لاحظوا الراجحي ريت من بين الصناديق اللي اليوم شهدت ارتفاعات جيدة واهتمام أيضا من قبل المستثمرين. دلة أعلنت عن تراجع في الأرباح السنوية ب 32%، طباعة تغليف ارتفاع ب 47% على مستوى السنوي، نتحدث دائما أرباح صافية، تكوين ارتفاع ب 93%. الراجحي ريت أيضا أعلن عن تراجع الأرباح السنوية ب 78%. ما دعم قطاع المصارف؟ إذا البنوك معظمها تسجل تراجعات، ما عدا ارتفاعات تبقى متواضعة على سامبا. إذا هذه كانت نظرة على إغلاق سوق الأسهم السعودية لهذه الجلسة. نأخذ فاصل قصير، نتابع بعده في جرس الإغلاق. مايكروسوفت تجري محادثات للاستحواذ على تطبيق المحادثات لألعاب الفيديو ديسكورد. مشاهدينا اهلا بكم مجددا. اعلنت مبادله للاستثمار المملوكه لحكومه ابو ظبي عن استثمار 75 مليون دولار في منصه التواصل الاجتماعي تيليجرام. سيكون الاستثمار في صوره سندات قابله للتحويل الى اسهم لاجل 5 سنوات قبل اكتتاب عام مرتقب، وذلك بالتعاون مع صندوق ابو ظبي كاتاليست بارتنرز الذي سيستثمر ايضا مبلغ 75 مليون دولار في المنصه. يشار الى انه تم اطلاق تيليجرام في 2013، والذي لديه الآن أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهرياً. تعاني صناعة السيارات وقريباً الأجهزة الإلكترونية من نقص في إمدادات الرقاقات الإلكترونية أو السيمي كوندكتز، وتتوالى مصانع السيارات بإيقاف بعض خطوط إنتاجها نتيجة لهذا النقص، آخرها فولفو. هذا النقص قد يترجم إلى مليون سيارة أو 61 مليار دولار في 2021. نتابع معاً. من المستبعد أن تستحوذ الرقاقات السيليكونية أو أشباه الموصلات التي لا تتجاوز سنتيمتراً واحداً على حيز من تفكيرنا، لكن الواقع أن صناعات ضخمة مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية بل وحياتنا اليومية تعتمد عليها. فبالمتوسط تحتوي السيارة العادية على 50 إلى 150 رقاقة للتحكم بالمحرك وأنظمة السلامة، ولكن عندما ضربت كورونا صناعة السيارات العام الماضي
توجه العديد من مصنعي الرقاقات إلى توريدها لمصنعي أجهزة الهاتف والكمبيوترات بعدما تضاعف الطلب عليها بسبب الإغلاقات. وبحسب الخبراء فإن تصنيع مليون سيارة سيتوقف في العام الحالي نتيجة للنقص في معروض الرقاقات ما يوازي 61 مليار دولار من تراجع العوائد في صناعة السيارات عالمياً. صرحت فولفو إنها ستخفض إنتاج الشاحنات بشكل كبير في البرازيل لأسباب صحية ونقص في الرقاقات. في أمريكا تأثرت كل من جي أم وفورد بهذا التراجع، وفي اليابان تأثرت كل من سوبارو ونيسان وهوندا ومؤخرا تويوتا التي تعاني من نقص في إمدادات الرقاقات القادمة من أمريكا بسبب موجة الطقس البارد التي أدت إلى توقف 3 مصانع لأشباه الموصلات لأكثر من أسبوع. أيضا هناك العامل السياسي، إذ تسيطر كوريا الجنوبية متمثلة في سامسونج وتايوان موطن أكبر شركة لتصنيع الرقاقات السيليكونية SMC على 81% من التصنيع العالمي للرقاقات. أعلنت تايوان سيمي كوندكترز مؤخراً أنها تنوي إنفاق 28 مليار دولار على مصانع ومعدات جديدة هذا العام. وفي محاولة لحل الأزمة أعلنت الرابطة الصينية لصناعة أشباه الموصلات بأنها ستشكل مجموعة عمل مع مثيلتها في واشنطن للاجتماع مرتين في السنة ومناقشة ضوابط التصدير وأمان التشفير. تستورد الدول الآسيوية 300 مليار دولار من الرقائق سنوياً، ومع إعادة فتح بعض الاقتصادات وتوقعات بتعافي الطلب، أعلنت الصين عن خطتها لضخ أكثر من 100 مليار دولار لبناء صناعة الرقائق المحلية الخاصة بها. وأعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته برفع قيمة إنتاجه من الرقاقات من 10% في 2020 إلى 20% في 2030. ومع عودة الطلب من مختلف أنواع الرقاقات، أعربت سامسونج عن مخاوفها بأن إنتاج الهواتف قد يتأثر. وبحسب الخبراء فإنك قد تضطر إلى الانتظار 3 إلى 6 أشهر لشراء هاتف جديد خلال الأسابيع القادمة. سمر المشطة، العربية. وتهديد عالي اللهجة من الاتحاد الأوروبي لشركة أسترازينيكا باتخاذ إجراءات ضدها على خلفية عدم وفاء الشركة بالتزاماتها في شأن كمية اللقاحات التي تعهدت بتوفيرها للاتحاد الأوروبي. المفاوضة الأوروبية ساندرا غالينا قالت إن الاتحاد سيتخذ كل الإجراءات الممكنة لتأمين اللقاحات التي تنتجها أسترازينيكا من دون أن تحدد ماهية الإجراءات، علما بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين كانت قد هددت بفرض قيود على صادرات اللقاح من صانع الشركة أو من مصانع الشركة داخل الاتحاد. السهم بالكاد يتخلى عن حوالي 1% بعدما كان شهد ارتفاعات جيدة خلال الجلسات الماضية. لما لا أسأل زميلتي التي تنضم إلينا مجددا من لندن كارينا كامل. كارينا أهلا بك. رسائل متضاربة من قبل الاتحاد الأوروبي، مرة يفتحون بحث ويوقفون الاستخدام أسترازينيكا، ومرة يهددون بإيقاف الصادرات لبريطانيا. هل هي قصة سياسة وبريكزيت أكثر مما هي حاجة اللقاح، أو ماذا يجري بالضبط؟ أولا فاطمة، هناك خلط كبير في هذه المسألة بين مسائل اقتصادية سياسية وصحية، وفي نفس الوقت أيضا هناك تناقضات واضحة جدا في الموقف الأوروبي. من ناحية القادة الأوروبيون مثل ميركل وماكرون، أو ربما ماكرون وأبرز من شكك حتى في فعالية أسترازينيكا، والدول التي أوقفت استخدام أسترازينيكا، وحتى بعد استئناف الاستخدام كل البيانات الرسمية الصادرة من الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن الإجراءات المتاحة الآن في الدول الأوروبية لم تستخدم سوى تقريبا نصفها، أن هناك ضعف في الإقبال بسبب طبعا التشكيك. فهذا من ناحية. في نفس الوقت الذي يعني تشكك فيه المنطقة الأوروبية في فعالية أسترازينيكا، هي تطالب بأن ترسل المملكة المتحدة وشركة أسترازينيكا المزيد من الجرعات إليها، أو أنها ستوقف تحرك أي جرعات من مصانع أوروبية إلى بريطانيا أو حتى أي دولة أخرى. فهناك تناقض في هذه المسألة. لماذا؟
برنامج التلقيح الأوروبي يعتمد تقريبا اعتماد تام على أسترازينيكا، لأن أوروبا طلبت 400 مليون جرعة من أسترازينيكا، أكثر من أي لقاح صادر من أي شركة أخرى. فالبرنامج الأساسي يعتمد على هذه الطلبات من هذه الشركة، رغم التساؤلات ورغم البطء ورغم الشكوك أو الريلاكتنس من قبل الأشخاص المختلفين. فأوروبا ليس لديها خيار آخر سوى أسترازينيكا. الكميات المطلوبة من فايزر وموديرنا والشركات الأخرى قليلة جدا وغير كافية، نحن نتحدث عن 300 مليون نسمة. فهذا أول. ثانياً، أكيد هناك مسألة العلاقة البريطانية الأوروبية. آخر كلام اليوم هو أنه في تهدئة فاطمة في اللهجة، يعني كنا سمعنا من هذه المسؤولة صباح اليوم، يوم غد أيضاً إيريك مامر المتحدث باسم المفوضية كان له يعني تهديدات صارمة كذلك موجهة إلى شركة أسترازينيكا وحتى إلى المملكة المتحدة. شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي كان حتى هدد بريطانيا بمنع أي صادرات من المملكة المتحدة إلى أوروبا. فتبادل الحرب الكلامية مستمرة منذ أيام طويلة، ولكن بوريس جونسون أنجيلا ميركل اليوم واضح أنه في نية للتهدئة، وحتى ميركل قالت في مؤتمر صحفي صباح اليوم أنه يجب أن ننظر بشكل خاص إلى سلاسل التوريد بدلا من أن ننظر إلى الأكسبورت بانز أو منع الصادرات، لأنه هذا طبعا ليس في مصلحة أحد. نعم، نذكر أن بريطانيا حققت 30 مليون لقاح بآخر الأرقام التي تصدرها بشكل يومي. كارينا كامل من لندن، شكرا جزيلا لك. تجري مايكروسوفت محادثات للاستحواذ على تطبيق المحادثات لألعاب الفيديو ديسكورد بأكثر من 10 مليارات دولار بحسب بلومبرغ. شركة ديسكورد التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها لديها أكثر من 100 مليون مستخدم ناشط، وتقوم بتطوير أدوات الاتصال الخاصة بها لتحويل منصتها إلى مكان للتحدث بدلا من مجرد منصة للحديث مع لاعبي ألعاب الفيديو الآخرين. أفادت مصادر أخرى أن ديسكورد قد تدرس طرح أسهمها للاكتتاب العام بدلا من الاستحواذ عليها من قبل شركة أخرى. إذن مشاهدينا، بهذه الأرقام نكون قد وصلنا إلى نهاية جرس الإغلاق. دائما تابعونا بالطبع على حسابنا الرسمي بتويتر العربية _BN، وأيضا زوروا الموقع على الإنترنت العربية .net /الأسواق. نلقاكم في جولة أخرى على الأسواق العربية الساعة 6:30 توقيت السعودية. شكرا جزيلا للمتابعة، إلى اللقاء.